مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام وللسباق النهائي لمهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين. سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام، وسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا من أرضية ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة في سابع أيام هذا السباق النهائي مع تحديات سن الإجزاع وتحديات الإجزاع، وينطلق الشوط الخامس لفية البكار، والمسافة المصاحبة لهذا السن ولهذه الأسماء ولهذه الذلل الأصايل هي 5 كيلومترات. انطلقت الشعارات وانطلقت هذه الأسماء بحثا عن الانتصار وبحثا عن النوماس الغالي. نتمنى لهم التوفيق يا رب العالمين. نبحر بحضراتكم مع الصدارة، ننطلق مع مقدمة هذا الشوط كي نتعرف على مقدمة هذا الشوط وعلى الاسم المتقدم على البداية. هنا مطفية وعبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم لنا مطفية ويقدم لنا شعاره مع أول الانطلاقات وأول التحديات. أبناء السلطنة حاضرين، وخير من يمثلهم وعبد الله بن محمد بن طويرش من يقدم لنا مطفية. المستوى الثاني هنا عناوين، وهنا مانع بن معيض بن مانع آل عامر من يقدم لنا عناوين وتحديات عناوين في مركز الوصافة. المستوى الثالث الواصل والمتقدم، وصلت هنا قاية، ومن يقدم لنا قاية؟ وعيد بن حماد بن صلاح الحويطي من يقدم لنا شعاره على المركز الثالث. رابع المراكز الوصول والقدوم في هذه اللحظات على المستوى الثالث، هنا ميزة وسالم بن سعيد بن منانة بن غدير من يقدم لنا ميزة وتحديات ميزة. خامس المراكز الواصل، هذا هو شعارك يا حمد يا بن جار الله يا البريدي، من يقدم لنا بلشة وتحديات بلشة على خامس المراكز وخامس التحديات. المستوى السادس وصلت العلا، ومن يقدم لنا العلا؟ حسين بن سعد بن علي بن عامر آل سالم من يقدم لنا العلا وتحديات العلا. سابع المراكز الواصل، هنا على المستوى السابع مذكر بن مصر بن حسين القرشي من يقدم لنا اجتياز وتحديات اجتياز ايضا الوصول والقدوم من شعارك يا الفرتاج، من يقدم لنا دخينة وتحدياتها. وخلب بن نايف الفرتاج شلاقي الشمري الوصول والقدوم من شعارك يا بن شريم. وعبد الله بن طالب بن محمد بن شريم من يقدم لنا تحديات شعاره والوصول والقدوم من ظنوا علي بن صبيح بن علي المري. مشاهدينا متابعينا الكرام، ذعنا على مسامعكم 10 الأسماء المنطلقة في هذا الصباح، وخلف العشرة خلف هذه الأسماء أسماء كبيرة وشعارات سيكون لها التواجد وسيكون لها الحضور، شعارات كبيرة وأسماء مميزة. العودة بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، العودة إلى ممثل السلطنة وبن طويرش من يتقدم ويقدم لنا شعاره مع أول الانطلاقات يا بن طويرش. وعبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم لنا مطفية وتحديات مطفية. الوصول والقدوم، وصل هذا البطل القادم، هذا هو شعارك يا المتميز. وجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري من يقدم لنا الذيبة وتحديات الذيبة، أحد أبطال هذا الميدان الذي دائما يحضر هنا في هذا المهرجان. وهذا هو شعارك يا بن جبران، الشعار الأحمر الخطر الذي يقرع طبول الحرب. على المستوى الثاني من يقدم لنا الذيبة وتحديات الذيبة؟ المركز الثالث الواصل والمتقدم ساير بن محمد بن عبد الرحمن العتيب
الغربي من يقدم لنا اجتياز وتحديات اجتياز، وايضا الوصول من شعارك يا بن منانة القادم والعاني من دولة الامارات. هذا هو شعارك يا بن منانة، من يقدم لنا ميزة وتحديات ميزة، وايضا الوصول من شعارك الفرتاج، من يقدم لنا تحديات ادخينة وخلب بن نايف الفرتاج شلاق الشمري. يا هي اسماء ويا هي شعارات بدأت بالاقتراب رويدا رويدا في محطة الناموس في محطة الانتصار، ولكن وين بن جبران؟ من غير مجريات هذا الشوط؟ من انطلق بن جبران ليقدم لنا شعاره وليقدم لنا تحديات هذه البطلة الذيبة على البداية؟ من غيرت فانطلقة الذيبة؟ ومن يقدمها؟ جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، أحد الممثلين لدولة قطر وأحد الممثلين لميدان الشحنية. والف ومئتين يا مالك الذيبة، الأسماء بدأت بالاقتراب، بدأت بالاقتراب رويدا رويدا. أيضا هنا بن ساير على المستوى الثاني، من يقدم لنا شعاره؟ وبن طويرش، والاسم القادم أيضا هنا الفرتاج والكيلومتر الأخير. يا مضمرين يا عمالقة، بدأت الأسماء بالقدوم. الاسم الواصل في هذه اللحظات مذكر بن مسفر بن حسن القرشي، من يقدم لنا جراحة وتحديات جراحة، ولكن العودة إلى الذيبة وتحديات الذيبة. الله يا الذيبة يا الذيبة، بهذا الأداء المتميز، بهذا الأداء الرائع في هذا الصباح الجميل القادم في هذه اللحظات. وهنا ساير بن محمد بن عبد الرحمن العتيبي، والاسم الواصل في هذه اللحظات عبد الله بن علي بن ربيع الرزق، من يقدم لنا شعاره؟ الله، تحركت الذيبة وتحركت اهتياز، والأمتار المجنونة، الأمتار المجنونة ما تفصلنا عن الانتصار. الاسم الواصل في هذه اللحظات راشد بن محمد بن راشد الهاجري مع خيال، خيال والأمتار الأخيرة، ولكن خيال بأداء متميز، بأداء رائع، بسم الله ما شاء الله. وراشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري، سلام على هذا الفوز والانتصار يا مالك خيال، واسعد الله صباحك، جود مورنين على هذا الفوز والانتصار يا مالك خيال. وراشد محمد بن راشد الطراق الهاجري، اسعد الله صباحك يا مالك خيال، بأداء متميز، بأداء خيالي، تهانينا لك والنوماس يا مالك خيال. وراشد محمد بن راشد الطراق الهاجري، والسلام وين السلام؟ والسلام إلى النعرية، سلام على هذا الفوز والانتصار، نعم السلام إلى الميدان الملكي مع خيال وراشد محمد بن راشد الطراق الهاجري. المستوى الثاني، المستوى الثاني كان الشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، من قدم لنا الذيبة. مشاهدينا متابعينا الكرام، في الإعادة اللي فاتت سنتابع وياكم الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن خيال كانت بطلة، بطلة لهذا الشوط، ومن قدمها لنا خيال راشد محمد بن راشد الطراق الهاجري، من قدم لنا شعاره وقدم لنا تحديات خيال في هذا الصباح الجميل، ومن قدم لنا هذه البطلة وهذا الاسم. هذا هو راشد محمد بن راشد الطراق الهاجري، من قدم لنا خيال. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود وياكم بالتوقيت الزمني لحظة وصول البطلة لخط النهاية، قاطعة مسافة 5 كيلو في توقيت وغدره، 7:48 3 أجزاء من الثانية. والمستوى الثاني كان الشعار جابر بن سالم بن جابر.